ودلوقتي جه معانا مع فقره سكوب. كلنا بنهتم اننا نعلم اولادنا احسن تعليم، كل اب او ام مننا بيكون فرحان جدا لما بيشوف ابنه متفوق في دراسته وبيتكلم لغه او اتنين او ثلاثه، ودايما بنحاول نشجعهم ان هم يبقوا بيتكلموا لغات تانية بطلاقه. ولكن هل ده معناه ان احنا ننسى لغتنا الام اللي هي طبعا اللغه العربيه؟ هل ده معناه ان احنا نوصل لمرحله ان كل كلامنا مع بعض يبقى باي لغه تانية غير اللغه العربيه؟ لان الموضوع وصل لمرحله انه فعلا بقى في ناس بطلت تتكلم عربي او بتعتبر انه الكلام بلغه اجنبيه تانية ده مظهر من مظاهر الرقي الاجتماعي. عشان كده أطلق موقع اليوم السابع خلال يومين اللي فاتوا مبادرة مهمة جدا لفتت انتباه السوشيال ميديا بشدة، وهي مبادرة اتكلم عربي. وهي المبادرة اللي بتدعو الناس ان هم يقللوا شوية الكلام باللغات الأجنبية مع بعض ونتكلم باللغة العربية اللي هي لغتنا الأم. وعشان نتكلم أكتر عن الموضوع ده هيكون معنا دلوقتي على زوم الدكتورة رندا الديب، أستاذة أصول تربية الطفل وواحدة من القائمين على المبادرة. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. دكتور يا ريت تحكي لنا على المبادرة وكان ايه سببها اصلا؟ تمام. احنا اولا عملنا المبادره عشان لقينا كده في موضه جديده ان كل الامهات بتفتخر ان ولادها بيتكلموا انجليزي، ما بيعرفوش يتكلموا عربي، ولو ابنها بيتكلم عربي كانه عيب موجود يعني. فاحنا لقينا دي موضه وعماله تنتشر وفي زياده جامد جدا، فاحنا قلنا لازم يبقى في وقف، احنا لازم نتكلم عربي عشان الانتماء، عشان الهويه القوميه. حضرتك لازم تبقي فخوره ان ابنك بيتكلم عربي طبعا. مش العكس تماما. طبعا عايزه اقول لحضرتك اللغه العربيه عامله زي نسخه الويندوز. هو احنا ليه بننزل نسخه الويندوز على اللابتوب او على الكمبيوتر؟ عشان يفتح لنا البرامج، يفتح لنا الصور، يفتح لنا الاله الحاسب، عشان كده بننزل الويندوز. الويندوز بقى في مخ الطفل هو اللغه الام، ان هو يتعلم اللغه الام، لان هو بيفكر باللغه الام، بيتعرف على العالم من حواليه عن طريق اللغه الام، فبقت هنا اللغه الام مهمه. فاحنا لازم نعلم اولادنا اللغه العربيه عشان احنا لغتنا اللغه العربيه لغه الاضاءه، لغه القران الكريم طبعا. فهنا عملنا المبادره عشان نقول لكل ام كوني فخوره ان ابنك بيتكلم عربي، بيتكلم عربي بطلاقه. طب دكتور رندا، حضرتك شايفه ان عدم الاهتمام بتعلم وتكلم اللغه العربيه معناه ان احنا بنربط الطفل بثقافه اجنبيه غربيه عننا ولا لا؟ تمام صح. لما الطفل بيتعلم لغه اجنبيه وبيهمل او بيأجل اللغه العربيه ان هو يتعلمها بعد كده في وقت متاخر، فهنا انا يعني بزرع فيه انتماء للغه ثانيه، لثقافه ثانيه، لبلد ثاني. عايزه اقول لحضرتك كمان ان اللغه العربيه من اصعب اللغات تعليما طبعا، كمان هي ثاني لغه انتشارا في العالم. فلما الطفل بيتعلم اللغه الام في سن مبكر ده بيسهل عليه تعليم اي لغه ثانيه. فانا كده لازم ايه يبقى عندي السنس ان انا اعلم الابن اللغه العربيه صح، بحيث ان انا بسهل عليه ان هو يتعلم اي لغه ثانيه، لانه هيبقى صعب ان هو يتعلم اللغه العربيه في سن متاخر. مظبوط. طب في ناس كتير اولادهم في مدارس بتدرس كل شيء باللغه الانجليزيه، ازاي اقدر اخلي الطفل ده يحب اللغه العربيه ويتعلمها؟ تمام، ده سؤال جميل جدا. هو عشان يتعلم اللغه العربيه ويتقنها كمان لازم اكون انا بتكلم معاه لغه عربيه كل وبتكلم معاه كتير جدا جدا. اعلمه طبعا القران الكريم ويحفظ بعض الايات، لان يعني ده بيثبت عنده اللغه العربيه. اعلمه برضه بالاغاني والاناشيد، حتى الالعاب اللي هو بيلعبها تبقى العاب تعليميه باللغه العربيه. الحوار ما بيننا يبقى باللغه العربيه، حتى هو لو قال يا ماما يلا نروح لسكول اقول له يلا نروح المدرسه. تمام يلا، يعني ايه اظبط عنده الكلمات، اخليه برضو يحب اللغه العربيه لما هو يقول مثلا بعض ابيات الشعر، بعض الاغاني، واسجلها له واخلي زمايله يسمعوها، او ابقى انا فخوره ان هو بيتكلم عربي وانمي فيه الحته دي. تعالوا اسمعوا ابني بيتكلم ايه، ده بيقول ايه، ده بيقول، هيقول لكم ايه قرانيه دلوقتي، ده هيقول مثلا قصه وهيعيد القصه، فيبقى هو فخور ومعتز باللغه. طيب حضرتك شايفه ان الطفل يتعلم اللغه العربيه الفصحى ولا المهم ان هو يتكلم عربي وخلاص حتى لو بالعاميه؟ لان في امهات كتير مثلا يقولوا مش مشكله يتكلم لغه عربيه، ما احنا بنتكلم عربي في البيت وهو بيتكلم بالعامي. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ هو انا بحب ان هو يتكلم باللغه العربيه الفصحى البسيطه، هو شويه شويه هيتعلم اللغه العربيه الفصحى، بس الاول ابتدي معاه البسيطه وواحده واحده.
طبعا هو لو حافظ القرآن بالتجويد هو هيتعلم الفصحى على طول. وعايزه اقول لحضرتك، من سن صفر اللي هو سن يعني يوم لثلاث سنوات دي مرحله اكتساب لغه، انما تعليم اللغه بعد ثلاث سنوات. فانا لازم ابقى حريصه ان انا اكلمه وان هو يتكلم معايا باللغه العربيه الفصحى البسيطه، بحيث ان هو شويه شويه بيتعلم. وكنت عايزه اقول لحضرتك كمان، في تقرير لليونسكو من عده سنوات بسيطه يعني، بيقول ان الطفل العربي او طفل الشرق عنده 3000 مفرده من اللغه الام ومعظمها عاميه، مقارنه بالطفل الغربي عنده 16000 مفرده من اللغه الام. شفت حضرتك المقارنه؟ ده في سن 3 4 سنوات. يعني شوفي 3 4 سنوات الطفل العربي عنده 3000 مفرده وبالعاميه، مقارنه بالطفل الغرب 16000 مفرده من اللغه الام. طيب حضرتك اللغه الام مهمه ازاي؟ طبعا طبعا حضرتك كلامك طبعا مظبوط جدا. طيب ازاي نشيل من دماغ الناس فكره انه التكلم باللغه الاجنبيه اطول الوقت؟ ده دليل على انك من طبقه اجتماعيه راقيه جدا، وان الموضوع ملوش علاقه خالص بالكلام ده. صح، هي ثقافه احنا عايزين نغيرها. زي ما قلت لحضرتك لازم كل ام تبقى فخوره ان ابنها بيتكلم عربي. ازاي يا دكتور؟ ازاي نقول ايه للاهالي؟ نقول ايه للامهات؟ نقول لهم ايه؟ هي اولا احنا هنقول لها دي انتماء، انت بتنمي فيه الانتماء، بتنمي فيه القوميه لما بتعلم اللغه الام. ان لغه الام لو هو بيتعلمها في سن مبكره زي ما احنا قلنا بيتعلم لغات ثانيه كتيره بسهوله، انما العكس صعب جدا. لو انت حضرتك اخرتي تعليم اللغه العربيه هيبقى صعب على ابنك يتعلم اللغه العربيه بعد كده. كمان الانتماء، هو انت حضرتك مش عايزه ان هو يبقى منتمي لبلده للقوميه العربيه؟ فانا لازم ازرع فيه ان هو يتكلم عربي، ويتكلم عربي بطلاقه. لان عايزه اقول لحضرتك لو اتعلم عربي في سن متاخره هيبقى عامل زي الاجنبي اللي بيتكلم عربي مكسر. مظبوط. هل انا ابقى فخوره ان ابني بيتكلم عربي مكسر؟ لا طبعا. ولا ان هو يجيد اللغه العربيه بحيث ان هو يجيد معظم بقى اللغات اللي بعد كده؟ ودراسات هي اللي بتقول كده. طبعا. بتقول ان اللغه العربيه صعبه جدا، لازم يتعلمها في سن مبكره. وكمان عايزه اقول لحضرتك يعني بعد ست سنوات الطفل يتعلم لغه ثانيه. بعد سن العاشرة يتعلم لغة ثانية، لو أنا عايزة ابني يبقى متعدد اللغات أو بيتكلم بأكتر من لغة. فالأم لازم تبقى فخورة إن ابنها بيتكلم عربي، وأشيل يعني من الثقافة ومن العقلية إن اللغة العربية مش فخر، لا ده فخر جدا جدا. مظبوط. لأن أنا كمان بخلي لما بيفكر باللغة العربية بيفكر خارج السن، بيبقى عنده إبداع، بيبقى عنده ابتكار، بيبقى عنده انتماء، بيبقى عنده ثقافة. زي ما بقول لحضرتك دي نسخة الويندوز عشان يعرف يفكر بيها صح. لازم أنا أبقى فخورة كأم الكلام ده. والله يا دكتور إحنا كمان بنشوف ناس كتير جدا أجانب بيجوا مصر مخصوص عشان يتعلموا لغة القرآن واللغة العربية، وبيحاولوا وبيبقوا كبار في السن كمان مش أطفال يعني، والواحد بيصعب عليه نفسه إن هو يشوف أطفال تانيين كده مش مهتمين بلغتهم وشايفين ناس جاية من بره عشان يتعلموا اللغة بتاعتنا. مظبوط صح. كمان زي ما حضرتك بتقولي فعلا ان هم جايين يتعلموا اللغه بتاعتنا وبيتعلموها بصعوبه جدا، لان هم بيبقوا كبروا في السن. غير كده كمان زي ما احنا قلنا اكتساب اللغه في السن المبكره لغايه 3 سنوات، بعد كده تعليم بيبقى صعب جدا، وخصوصا في مخارج الاطفال. فانا لازم اتحاور مع ابني كتير، احسسه بقوميته بهويته، ان انت تبقى فخور ان انت بتتكلم عربي، واجيب له بقى امثله من القدوه ومن التاريخ. شوف ده بيتكلم عربي ازاي، شوف ده فتح القدس وهو بيتكلم اللغه العربيه، فيبقى هو فخور. انما هو ما بيلاقي الام متباهيه باللغه ثانيه او اللغه الاجنبيه، فهو يعني ايه؟ يعني هيسمع كلام الام. صح. او الام عايزه كده فانا هعمل كلام الام اللي هي عايزاه. مظبوط. انما ما يلاقي ماما او اسرته فخورين باللغه العربيه هو هيطلع فخور. ولازم احنا كمان عايزين نقول عشان حضرتك تعلمي اي لغه ثانيه لازم يكون متقن اللغه الاولى ومتقنه بالطلاق. بالظبط. يعني انت مصلحه الطفل نفسه عامه يعني. انا بقول لحضرتك دي نسخه الويندوز اللي هو هيشتغل بيها، فانا لازم اعلمه بطلاقه، ولما يتعلم ويعبر بطلاقه باللغه الام ابتدي ادخل اي لغه ثانيه. طبعا في فروق فرديه ما بين الاطفال، ما اجيش اقول بقى ان الدكتوره رام بعد 3 سنين يتعلم اللغه الثانيه فعلم ابني بعد 3 سنين، لا. انا بقول المعيار اللي عندي لما يعبر عن نفسه بطلاقه باللغه الام دخلي اللغه الثانيه.
لما يعبر بطلاقة باللغة الثانية أبتدي ألخ اللغة الثالثة والرابعة. دكتورة رندا أديب، أستاذة أصول تربية الطفل وواحدة من القائمين على المبادرة، بشكر حضرتك جدا على المداخلة.